قريبين من الشارع او القريبين عن الشارع من تيار المحافظه. يعني الشارع كان غير مستقر ايضا، يعني كان غير مستقر، سئم الوضع الاقتصادي، كان هناك تظاهرات كثيره في ايران، وبالتالي هل يمكن ان يختار شخصيه من نفس المعسكر؟ يعني هذا لو افترضنا ان له حق الاختيار الحقيقي. اولا هنا قد لا يمكن الحديث عن شارع واحد، يعني من الممكن ان نتحدث عن شوارع متعدده وفي كثير من الاحيان متناقضه. دعني الوهم هناك فقط شارع مؤيد للنظام. هذه الصور اوليه، اذا مشاهدينا هذه الصور الاوليه لنقل جثمان الرئيس الايراني الى تبريز. اذا مشاهدينا نتابع معكم في هذه الصور الاوليه لنقل جثمان الرئيس الايراني الى تبريز. وتتعالى صيحات إذن بعد وصول جثمان الرئيس الإيراني إلى تبريز. هذه صور أولية نرى هنا يعني يحملون جثمان الرئيس الإيراني. وكنا نقلنا لكم مشاهدين هذه الحشود الكبيرة التي تجمعت لتشييع في مراسم